ما هو نفسك مش هتيجي تقول لك نفسي بقى امشي مع البنت دي واجمع سيئات كتير كده واخش النار؟ ياه يا اكيد مفيش حد يعني ده اصلا ده مجنون يعني، يعني اكيد مفيش حد هيعمل كده. انما هتقول ايه؟ وانا لازم اعرفها برضو قبل الجواز، تمام؟ هو انت لازم تعرفها ممكن، انما تجربها ده اللي انا بتكلم فيه. يعني 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 ده اللي انا والله العظيم اصل هو مش بيعرفها، هو بيجربها، تمام؟ ومش لفه ويرجع مثلا، ده هو ممكن يلف سنتين ثلاثه اربعه خمسه. وطبعا عبال ما انت بتروح بعد كده تتجوز ويكون عدد كبير جدا جرب ما بتلاقيش زيرو، خلاص بتبقى انت فعلا المجتمع بينهار، المجتمع بينهار وكله بالتزيين، كله ان في مبرر في مبرر في مبرر. مفيش مبرر، مفيش مبرر في المعصية. طيب وبعدين بعد ما يوسوس كثير من الناس يسقط ويأتي الذنب، كثير من الناس يسقط ويأتي الذنب. قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها، فأكل منها. وساعات فعلا الناس احنا يعني الشيطان ولا النفس تكون لسه بتوسوس لك، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا بس، تمام؟ تقوم انت ايه؟ مستجيب على طول. البنت دي وابقى على طول، يعني انت مش لسه ده لسه هيقول لك حلوه، تمام؟ انت تبص وتقيم انت، وانت ليه تسلم له دماغك؟ في ساعتها، في ساعتها بيقع؟ اه بيقع، بالذات لما يكون وقت غفله، وقت غفله. حدش كده كعبل من جحر المرتين؟ ياه ياما اتكعبلنا من نفس الحاجه مرتين، صح؟ ياما بصراحه نفس الحاجه، هي هي بنفس تفاصيلها وابجدياتها وحذافيرها وقعنا فيها مرتين ورا بعض، مره كذا بعدها بشويه وقعت على طول. ليه؟ عشان خاطر الغفله.